أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا إمام مسجد ويطلب مني كثيرا تزكية لبعض الأشخاص من قبل مؤسسات خيرية، فيقولون هل هو مستحق للزكاة أو الصدقة وأنا لا أعلم حال هذا الشخص، فما هو الحال في مثل هذا في مثل هذه الصورة؟ لا يجوز لك تشهد إلا بما تعلم. إذا كنت ما تعلم حاله قل ما أدري ما أعرفه، لا تشهد لأحد إلا وأنت تعرف حاله وتتحقق منه، سواء كنت إمام مسجد أو غير إمام مسجد. اللي ما تعرفه ولا تدري عنه قل ما أدري. نعم.